نحكيه على موسم الزراعات الكبرى، باش نحكيه على الماء مع اقتراب الصيف، مع دلوم الكل باش تكون على احسن ما يرام والا لا. معنا سي طارق المخزومي، عضو مكتب تنفيذي وطني مكلف بالموارد الطبيعيه والتنميه المستدامه. اهلا وسهلا ومرحبا بك سي طارق. مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي اكسبريس اف ام. مرحبا، مشكور جدا على التدخل معنا. نبداو بموسم الزراعات الكبرى، مطيره باهيه المده اللي فاتت، شنو نجمو نعرفوا اكثر على موسم الزراعات الكبرى؟ في مداخلات سابقه قلت لنا نجم يكون صعيب نوعا ما، مازلنا نحافظوا على نفس التقديرات؟ هو الموسم راهو صعيب، معناها مازلت محافظ على نفس الملاحظه اللي ذكرتها لك قبل. الامطار اللي نزلت اخيرا هذه ما عادش عندها تاثير على موسم الزراعات الكبرى، لانه ما كان كان معناها تو تقريبا في مرحله النضوج، الحبوب كلها تقريبا في معناها بيانتو في اول جوا عديد المناطق شرده موسم الحصاد. باه، يعني تقييمنا اللي توا خرجنا به على موسم الزراعات الكبرى كيفاش؟ موسم الزراعات الكبرى للاسف الشديد باش يكون صعيب، موسم صعيب. ما هيك وان التسع ولايات المنتجه للحبوب شهدت معناها خاصه في شهر مارس قاع ما ثمش تساقطات، وهذا اثر تاثير كبير على الزراعات الكبرى. علاوة على العشرية الأخيرة من شهر أفريل في بعض المناطق في ولاية سليانة في ولاية الكيت نزلت الجليدة، وهذه أثر تأثير معناها البقعة تنزل فيها الجليدة تأثر بنسبة 100%. وللأسف زاد شديد أنه معناها الحجر البارد في أماكن مختلفة بنسب متفاوتة. على كل حال ما كان كان، نأمل أنه إن شاء الله نلموا جزء من ماكلة الشعب التونسي، ونلموا جزء ولا نلموا مش جزء، نلموا كل حاجياتنا من البذور باش ما نعيشوش اللي عشناه في خريف الموسم الماضي. إذا اليوم قلت لنا وضع صعيب على مستوى موسم الزراعات الكبرى، نحكيو على السنة، ماذا يمكن تداركه الموسم القادم؟ ترى خلينا نخمو البعيد سي طارق. باش نخمو، هذا سؤالك وجيه جدا. أولا يلزم معناها من معناها الإسراع بإخراج الخبراء للفلاح المخرطين في صندوق الجوائح الطبيعية لتقدير الأضرار، وبالتالي تمكين الفلاحين المتضررين من مستحقاتهم لمواجهة الموسم القادم، خاصة وأنه 80% من الفلاح فلاح صغار ما عندهمش مدخرات. اثنين، يلزم نشوفوا حاجياتنا من إذا كانت تحبي من خلال شهر جوان ولا جويلي نظفتوا حاجياتنا من البذور، من القمح الصلب، من الشعير، من القمح اللين وخلافه، لتوفير هذه البذور في إبان. ثلاثة، مع توفير الأسمدة خاصة الأسمدة الكيميائية مادة الدي بي اللي هي حيوية واللي هي تتعمل مع الزريعة، يقع نثر الدي بي مع البذر. وهذا من وقتش؟ هذا الكل من وقتش نبداو نحضروا له؟ هذا من حسب اعتقادي الخاص وحسب اعتقادنا في اتحاد الفلاحين أنه لازم نبداو نحضروا له في أوبليتار من جويلية، نبداو نحضروا نشوفوا معطياتنا، نشوفوا بعد بالطبيعة بعد نهاية موسم الحصاد نضبطوا اللي دخلنا لنا احتياجاتنا بس تصير الامور ان شاء الله على ما يرام بالنسبه للموسم 24-25. باهي، هذا فيما يتعلق بموسم الزراعات الكبرى. نحكيو على الماء الصالح للشراب واقتراب الصائف، شنو نجمو نعرفوا؟ والله للاسف مازالت الوضعيه حرجه على مستوى السدود. اليوم عندنا نسبه الامتلاء سدود كل 34.2. هو الوضعيه متحسنه شوي، السنه الماضيه نهار 20 ماي كان عندنا 700 مليون متر مكعب. اليوم عندنا 790 مليون متر مكعب في السدود على المستوى الوطني. قديش بفارق قديش؟ بفارق حوالي 90 مليون. لكن هذه الوضعيه مازالت وضعيه حرجه، واحنا ناملوا مازالت الامطار ان شاء الله شهر ماي يكون كما شهر ماي السنه الفارطه، وانقذنا شهر ماي بدايه جوان. مازلنا عندنا احنا بطبيعتنا متفائلين، لكن اذا كانت حتى الوضعيه على ما هي عليه مش تعدينا صيف صعيب. لكن في المقابل تصريحات السوني تقول لك الامور واضحه. من ناحيه واضحه؟ من ناحيه التزود بالماء الصالح للشراب على احسن ما يرام، فمش حتى اشكال. هو مازال راهو مازال نظام الحصص اللي عملته السوني عام من مارس 23 مازال ساري في عديد المناطق راهو. ولم يقع الغائه. معناها مازالت الدوله ولا السوني اللي يوفروا في الماء الصالح للشراب مازالوا يتبعوا في الوضعيه. اما وضعيتنا حاليا للاسف الشديد هي وضعيه حرجه بالنسبه لامتلاء سدود تو، خاصه سد سيدي سالم اللي هو اكبر سد في البلاد وتشرب منه تونس الكل، تونس الكبرى. نسبه الامتلاء نتاعو 41.1%. نعاودوا قداش النسبه سي طارق؟ نسبه امتلاء سيدي سالم 37%. العفو، 37%. مع علما اختي العزيزه السنه الماضيه السنه الماضيه اي في نفس التاريخ
كان فيه 98 مليون متر مكعب، اليوم سيدي سالم فيه 212 مليون متر مكعب. 212 مليون متر مكعب. أي بنسبة 37%. عامل حسابك بيجي صيف باش يجي تبخر باش يكثر الاستعمال. احنا كما سبق وقلت لك في منظمة اتحاد الفلاحين وكفلاح رانا ناس متفائلين ومؤمنين بربي ونأملوا أن ربي يرحمنا باش الشعب التونسي يعاد نصيفية مرتاح إن شاء الله. إن شاء الله ذي ما نأملوه الناس الكل. مشكور جدا سي طارق المخزومي على المعلومات هذوما الكل، على المعطيات هذوما الكل. احنا في متابعة متواصلة ديما للملف هذايا للتقديرات نتاع الماء لموسم الزراعات الكبرى. إن شاء الله احنا حاولنا نسألوه حتى على المدى البعيد شنو اللي يلزم نعملوه لإنقاذ الموسم، موسم الزراعات الكبرى. الحوار كما تلقاو على قناة يوتيوب إكسبريس اف ام. هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجكم الشارع التونسي. تحية كبيرة لمنال في الإخراج، سارة في الإخراج الرقمي. أنا ما بقى لي كمش نقول لكم في الأمان وباي باي.